استاذ احمد فوزي تعليقك. هو في الحقيقه طبعا الحكم المحكمه الدستوريه العليا لا يستطيع احد ان يتناوله باي شيء، لان المحكمه الدستوريه العليا هي قمه الهرم القضاء المصري واحكامها. احنا بنناقش ولكن الاثار المترتبه عليه نقدر نقول متعلقه بالتطبيع وغيره. بالظبط، نقدر نقول ان الحكم من الناحيه القانونيه هو حكم يكرس لمبدا المواطنه اللي الدستور المصري بينص عليه واللي كلنا نفسنا ان احنا نصل له. لكن من ناحيه اخرى انا شايف ان الحكم ليه بعد اخر سياسي هو اللي احنا لازم نناقشه النهارده، لان النهارده اخشى انه هذا الحكم يفتح المجال ويفتح الباب امام فكره التطبيع. انا باعتباري مصري اولا قبل ان اكون مسلم او قبطي، ان انا ما احبش اميز بين المصري سواء كان قبطي او مسلم. انا نفسي من نفسي اذهب الى القدس ونفسي اذهب الى المسجد الاقصى وازوره، ولكن اللي بيمنعني احساس داخلي بانني ذاهب الى ارضي المغتصبه من العدو والكيان الصهيوني، وده اللي بيمنعني. فانا شايف انه هتاخد تاشيره اسرائيليه وتعدي على منافذ اسرائيليه على جنود اسرائيليه تتعامل مع فانا كده حضرتك بفتح الباب امام فكره التطبيع، وانا اخشى كل ما اخشى ان يكون هذا الحكم هو بدايه لتكريس فكره التطبيع. دي مخاطر الحكم. عايز اقول كمان يا استاذ وائل لا يجب ان نفرق بين الكيان الصهيوني باعتباره العدو الاسمى والعدو الظاهر والواضح لنا على مدار التاريخ، وبين دوله عظيمه زي السعوديه. احنا السعوديه دوله اسلاميه عظيمه لها مواقفها الوطنيه تجاه مصر التي لا يستطيع احد ان ينكرها، ايا كانت الظروف او ايا كان التوقيت الحالي او ايا كانت العلاقات الحاليه. لكن السعوديه دوله اسلاميه لها مواقفها الوطنيه الشريفه، ودعمها لمصر دعم كامل ومستمر، ما حدش يقدر يزايد ولا حد يقدر يشبه السعوديه بالكيان الصهيوني، لان ده طبعا تشبيه مش في محله خالص. انا برفضه كمسلم وكمصري قبل ان اكون مسلم، لان مواقف السعوديه تجاه مصر واضحه جالية، ما حدش يقدر ينكرها ولا حد يستطيع ان ينكرها.